مشاهدينا الكرام، مستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا المستمرة لفعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة بشرم الشيخ في الفترة من 6 حتى 18 من نوفمبر الجاري. كان لنا عدد مختلف من اللقاءات أجريناها اليوم مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد ووزير البيئة الكندي وعدد مختلف من الخبراء الدوليين. دعونا نتابع هذه اللقاءات. الدولة المصرية كلها كانت في تعبئة كاملة لكل الجهود ولكل الوزارات ولكل مؤسسات الدولة عشان يطلع المؤتمر بهذا الشكل المشرف من حيث الحضور ومن حيث المحتوى، لأنه طبعا التنظيم والفعاليات وكل هذه الأمور هامة، ولكن أيضا الناس بتشيد بالمحتوى اللي في المؤتمر من حيث الجلسات من حيث تنوعها. طبعا احنا كمصر كانت وضع أجندة كبيرة فيها مجموعة من القضايا، أطلقنا مجموعة من المبادرات الهامة منها المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أجل أفريقيا صامدة من أجل التغيرات المناخية، ودي احنا بنستند فيها إلى النجاح الذي تحقق في مبادرة حياة كريمة في مصر على أرض الواقع من حيث تقليل معدلات الفقر من حيث إتاحة الخدمات للمواطنين، لأن ده الحق في التنمية هو الحق أساسي من حقوق الإنسان. فكان طبعا مهم جدا ان احنا نركز على قضايا التنموية لان دي القضايا الأساسية، وان احنا وفقا للنجاح اللي تحقق في مصر هننقل هذه التجربة الى افريقيا. وبالفعل كان هناك اتفاق مع عدد كبير من الدول الأفريقية ومع عدد كبير جدا من مؤسسات التنمية الدولية في المشاركة في نقل هذه التجربة الى الدول الأفريقية. القضية الثانية وهي قضية المياه، والنهاردة احنا كان عندنا مجموعة من الجلسات على المياه، وطبعا بنتكلم على قضية الشح المائي اللي بدأت عدد من الدول يعاني منها، ومصر ازاي كان عندها خطة متكاملة لإدارة المنظومة المائية بحيث ان احنا بيبقى عندنا رشادة في استغلال المياه، ويبقى عندي النهاردة ايضا ان انا بستخدم ادوات واليات حديثة في عملية الزراعة، عملية تبطين الترع، وادت الى النهاردة رشادة في استخدام المياه. ان انا بتكلم النهاردة على تحلية المياه، بتكلم على اعادة استخدام المياه واعادة تدويرها من اجل الزراعة، والدور القطاع الخاص المهم ان الدولة بتدي اهمية كبيرة جدا للقطاع الخاص، فعرضنا المشروعات اللي يتم طرحها للتعامل مع القطاع الخاص، وتم بالفعل طرح مجموعة من محطات تحلية المياه. دي بنتكلم خطة الدولة إلى 2050، وبنتكلم على مجموعة من المحطات بيتم طرحها، وتقدم لها أكثر من 200 مشغل من حوالي 30 دولة، وده بيبين حجم الإقبال والشهية الاستثمارية العالية في مصر. أعتقد أنه من الواضح أن هناك تعاون بين البلدان، هذا أمر أساسي لمواجهة الكربون. تحدث عن خفض انبعاثات الكربون والحديث عن المحميات وأيضا الاستثمارات الخاصة بهذا الأمر، أجريت محادثات مع عدد من البلدان بشأن الهيدروجين، كيف يمكن أن يتم التحول لهذا النوع من التكنولوجيا، الشحن بالنقل بالشاحنات، وأيضا هذه نقطة مهمة. نحن لدينا تجارة مع كافة البلدان، وبالتالي أنا سعيد والشرف لي أن أكون هنا في هذا المؤتمر. أيضا إنه لشرف أن يختار المصريون كندا ليعيشوا بها وأن تكون هناك روابط وثيقة. نحن نتطلع للمضي قدما في هذه المحادثات والاستخدام بعض أوجه طاقة النووية لأن تكون هناك مصادر طاقة لا تولد انبعاثات، حيث أن هناك 300 ألف وحدة سكنية لا تسبب الانبعاثات باستخدام هذا النوع من الطاقة. تحدثنا أيضا عن تنوع الحيوي والمحميات، وإن كندا تستضيف مؤتمر أطراف 15 في مونتريال، ولقد رأينا رأس محمد هنا ورأينا مبادرات رائعة ومتميزة من الحكومة المصرية فيما يتعلق بحماية الشعب المرجانية والمحميات والتنوع والمساحات الخضراء. أنا سعيد للغاية وأهنئ الحكومة المصرية على تنظيم مؤتمر الأطراف وأن يكون هناك يوم مخصص للمياه، هذا من أهم الأيام في مؤتمر الأطراف بسبب أهمية المياه سواء بالنسبة للتكيف وللتخفيف من حدة تغير المناخ. في المناقشة تحدثنا عن ثلاث قضايا هامة بالنسبة لأزمة المياه، الأولى تتعلق بالتحليلات والتحليل المفصل، كيف يمكن للدول أن تحقق أهداف التنمية المستدامة وخفض
الكربون وأن تكون هناك مسارات منخفضة الانبعاثات من الكربون، وبالتالي هناك حاجة للتعمق في فهم أزمة المياه والحديث عن القضايا الهامة المتعلقة بالتكيف. الشيء الثاني الذي تحدثنا عنه هو التمويل، والحاجة الأساسية لمزيد من التمويل للتكيف من أجل المياه، وأن يكون هناك حلول لتغير المناخ، وأن يكون هناك تمويل من القطاع العام وتمويل من القطاع الخاص. النقطة الثالثة، الحلول التي شاركها العديد من المشاركين على المنصة، الحديث عن استخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة، والحديث أيضا عن تخزين المياه، والحديث أيضا عن أهمية مياه الصرف التي يمكن إعادة تدويرها. مؤتمر الأطراف سلط الضوء على أزمة المياه، هناك حاجة للبحث عن حلول من قبل الدول والبحث عن أفضل الممارسات في مختلف البلدان، ومن الضروري ومن المهم أن مصر تقود وتأخذ بزمام المبادرة في هذا الاتجاه. إن المناقشات أجريت بشكل جيد جدا. شارك معنا وزير الري والموارد المائية في مصر، حيث ركز على أهمية المياه في المناقشات المتعلقة بالمناخ، لأن تأثير المناخ يظهر بشكل أساسي في قطاع المياه، وبالتالي ينعكس على قطاع الغذاء، وهو مهم للغاية. ولهذا في مصر نجد الزراعة والري والمياه تحت مظلة وزارة واحدة. تغير المناخ والحديث عن تغير المناخ بدون الحديث عن إدارة المياه أمر مستحيل للغاية. نحتاج أن نفهم بأن آثار المناخ ستظهر على قطاع المياه وبالتالي على قطاع الغذاء. المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من أهم المبادرات المطروحة اللي مصر طرحتها في مؤتمر الكوب 27، لأنها مبادرة تنفيذ، مش مبادرة مجرد اقتراح، لا بالعكس، مبادرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرار رئيس الوزراء، وتم بترد على سؤال هام كيف يستفيد المواطن العادي في مصر أو المواطنة العادية من الكوب 27 من خلال فتح الباب للجميع في المحافظات والمحليات وفي كل مصر أن يتقدموا بأي مشروع يخدم البيئة، يكون مشروع أخضر، يوفر الطاقة، يقلل الانبعاثات، يتصرف في المخلفات، وفي نفس الوقت يكون يستخدم تكنولوجيا، عشان كده سميناه ذكي، وبيبقى ليه أثر في المجتمع ويقدم حل للمشاكل اللي بتواجه بعض المحليات أو المحافظات أو التحديات في مصر. وطبعا نجحنا الحمد لله، احنا في شهر واحد جالنا 6300 مشروع من كل المحافظات في مصر، من 27 محافظة، وكل محافظ قام بلجنة تقييم محلية اختارت 6 من المشروعات اللي عنده، وبالتالي جالنا إجمالي 162 مشروع جبناهم في مؤتمر وطني كرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي فيه، شكر الـ 162 مشروع، وفي نفس الوقت تم اختيار 18 مشروع من 6300 مشروع. الـ 18 مشروع دول جبناهم كوب، وقدرنا نجيب لهم بعض التمويل، وجبنا لهم بناء القدرات وبندعمهم، فمنظمات الأمم المتحدة أيدت هذه المبادرة ودعمتها نقدياً وقدرات بناء قدرات، وبالتالي منظمة الأمم المتحدة للمرأة هتدعم مشروعات على المرأة. امبارح توصلنا الاتفاق مع البنك الأوروبي للتنمية أن يقوم بتبني 6 مشروعات من المشروعات. النهاردة قابلنا مؤسسات الهيئات التمويلية الدولية انهم يقدروا ايضا يشاركوا، وبالتالي دي مبادره مكتمله. سؤالك كان انت وصلتوا لايه، عملتوا ايه؟ عملنا المبادره في توعيه، بدانا التنميه بتبدا في المحليات، تقدموا ناس، ربطنا ما بين المحليات والوطنيه والدوليه، الناس قدمت المبادرات كسبوا 18 من 6000، وال18 معانا هنا وقابله وبياخدوا تمويل وبياخدوا دعم وبياخدوا انهم بيعرضوا مشروعاتهم. في امراه من شمال سيناء جابت مشروع بتجيب بعض النباتات الخاصة في سيناء اللي بتنقي المية وبتنقي الزراعة وهكذا، فده مشروع أخد زخم وقدر يوصل من المحلية الوطنية إلى الدولية. زيارتي هذه أنا زائر، كأني أنا أصلا في بلدي وزائر معرضي،
وجالس أتعرف بإخواني وأخواتي. ليس هناك شيء يماثل مصر. ما نحاول أن نفعله في جناح الشباب والأطفال هو أن نجعل الأطفال يعبرون عن أنفسهم بالفنون ويعبرون عن كل ما يطمحون إليه وما نريد أن نراه في المستقبل، فإننا نريد أن يكون هناك عدالة وتضامن وأن يكون هناك نوع من المقاومة، وهذا نحن نحاول أن نؤكد ذلك من خلال الأعمال الفنية. منها في هذا الكوب أنا كمواطنة أيرلندية نود أن نجد والدول الضعيفة يتم دعمها في مجال التغير المناخي، وأريد أن نرى أن هناك تسهيلات خاصة بالخسارة والضرر، وأريد أن أرى أن هناك عدالة مناخية يتم تحقيقها. إذن هناك حاجة ماسة هنا في شرم الشيخ للتمويل وبصفة خاصة حشد المزيد من التمويل المناخي للدول النامية حتى تتمكنوا أن تنتقل إلى مرحلة حد الصفر انبعاثات ويكون وتواجه تداعيات التغير المناخي. هذه قضية كبيرة، الرئاسة المصرية تقوم بعمل رائع في هذا الصدد، وتم إنشاء كتاب إرشادي خاص بالتمويل الخاص بالمناخ، وكذلك تم إيجاد إطار لدعم وتمويل الخسارة والضرر، وهذا لمكافحة التغيرات المناخية وتداعياتها في شكل الفيضانات أو العواصف أو الحرائق. أعتقد أن هناك الكثير الذي نتوقعه من هذا الكوب فيما يتعلق بحشد التمويل. لقد حضرت جلسة تتحدث عن تسمى Global Stocktake وتتحدث عن التقدم الذي حدث في مجال التمويل، وكان هناك مناقشات من كل أنحاء العالم في حكومات من أفريقيا ومن أوروبا ومن أمريكا اللاتينية وشمال أمريكا، وكان هناك حديث عن أفضل الممارسات وعن التقدم والعمليات التي نحتاجها لاتخاذ المزيد من العمل، وكانت عمليات إيجابية ومنتجة. وأيضا حضرت جلسة تتعلق بالتمويل للغابات وكيفية الاستثمار في الغابات. لقد حضرت جلسات حول إدارة السواحل والتكيف مع التغير المناخي، وأحد الجلسات كان يتم تنظيمتها من خلال مركزنا، وناقشنا الحاجة لأن يكون هناك تكيف مع أثار التغير المناخي، وألا يكون هناك المزيد من التحول الحضري في الأماكن الملاصقة للبحار، وألا يكون هناك استهلاك زائد للمناطق المحيطة بالبحار، وأن يكون هناك إجراءات تخفيف وتكيف للتغير المناخي. أغلب القضايا وأهم القضايا هي أن يكون هناك تحولاً، وأن نقلل استخدام الوقود الأحفوري ونتجنب الآثار، وأن يكون هناك حماية أفضل للطبيعة، وأن يكون هناك منح فرص للتكيف أيضا وللنمو. إن بنك التنمية الأفريقي لديه التزام بأن يخصص 40% من استثماراتنا الكلية لتمويل المناخ، وفي العام الماضي قمنا بحشد 2.5 مليون دولار للتمويل المناخي، و 67% من هذا المبلغ ذهب للتكيف، و 33 كانوا للتخفيف، وهناك نوايا لمضاعفة هذه الكميات لتصل إلى 25 مليون دولار بحلول عام 2025، وبحلول عام 2030 نتمنى أن يكون 10% من الاستثمار الخاص بها موجه لأفريقيا. أشعر أن هناك استراتيجيات واضحة يجب أن تخرج بخصوص التمويل المناخي وبصفة خاصة فيما يتعلق بمجال التكيف. هناك تمويلات للتخفيف، ولكن يجب أن نتعامل مع دول مثل الهند، ويجب أن نركز على مجالات المرتبطة بالتكيف. نحن لدينا أوضاع حساسة جدا، ولدينا نظام بيئي هش جدا ويتأثر كثيرا بالتغير المناخي. في المجتمعات والخاصة بنا يجب على الأفراد أن يتكيفوا مع الأوضاع الصعبة التي يعيشون فيها، وهناك يجب أن يتم أن يكون هناك توفير لفرص عمل وإجراءات مختلفة للتكيف مع التغيرات المناخية، ونحتاج لأن يكون هناك تمويل. أعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية التي يجب أن يتم التعامل معها.